آخر الأخبار بعالم الفن والسوشيال ميديا، خلينا نحكي ونتناقش فيها مع الإعلامي المتألق تمام عجمية. جرعة دسمة من الأخبار الفنية بعد انقطاع رح ناخدها من الإعلامي المتألق والمتميز تمام عجمية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك نايا، كل مرة هيك بتقدميني تقديم هيك بحسه يعني أحلى من الأدب. أنت بتستاهل هذا التقديم. نايا وين كنت مقضية إجازتك؟ أنت عم تسألي راما كنت تحت الهواء إنه وين كنت مقضية إجازتك؟ أنت وين قضيتيها؟ صراحة أنا قضيتها بتونس الخضراء، وكمان نزلت لعند أهلي على سوريا، كمان أنت نزلت. صح. كانت هيك كلياتنا كنا اجازات، انا رحت على سوريا ورحت على مصر كمان، كان عندي هنيك مناسبه وغيرنا جو، يعني هو الصيفيه حلو الواحد يسافر. ولمينا اخبار. لمينا اخبار. طيب شو رايك باغنيه سعد المجرد؟ خلينا نبلش مباشره. يعني انا شهادتي مجروحه هيك بيقولوا، انا بصراحه كثير حبيتها الغنيه، كل الوقت عم حطها بالسياره، جربت اتعلم شوي المقطع الهندي بس باقت محاولاتي بالفشل. يعني ما تقلي جرب غني الهندي لانه ما حيمشي الحال. طيب هلا ليك رح لك شغله، نحن خبرنا اليوم مع الاغنيه، بس خبرنا اليوم رح يقول انه شيء مفاجاه للكل، انه سعد المجرد رح يدخل عالم التمثيل، وهذا خبر يعني مؤكد 100% وحصري لزي كونكت بالعربي. سعد المجرد رح يفوت عالم التمثيل من خلال عمل بنبان قرب، ورح يكون شخصيته شخصيه مغني عالمي، دخل العالميه واشتهر من لا شيء، عمل شيء واشتهر وصارت معه مشكلة، وهي المشكلة أثرت على فنه، بس رح نشوفه بعدين كيف رح يرجع، يعني قريب شوي على قصة سعد المجرد. للصراعات يلي بعتقد أنه سعد يعني يعني يقدم شيء كتير حلو، لأنه كمان بيّنت قدراته وإمكانياته التمثيلية بالفيديو كليب تبع قول لي متى. بروح البرومبو هو فيلم الجديد للفنان محمد هنيدي اللي عم هلأ مكسر الدنيا مثل ما عم نشوف، بس بدي اقول لك شغله، انه اللي ما حدا بيعرفه انه هي الشخصيه شخصيه حقيقيه وموجوده بمصر، هو بياع البطيخ اللي لعب شخصيته الفنان محمد هنيدي، هو شخصيه موجوده وجسد الفنان محمد هنيدي بكل اتقان وبكل حرفيه، وهو حتى في اشياء يمكن الناس ما بتعرفها او الجمهور ما بيعرفها انه هو قعد معه وحاول ياخذ منه ولعب الشخصيه مثل ما هي. بس اللي انا لفت لي نظري بتصريح الفنان محمد هنيدي انه هو اعترف انه هو بالسنين الاخيره بعالم السينما قلت جماهيريته او قلت ايراداته، بس هلا بيتمنى انه هذا الفيلم يحقق الايرادات المطلوبه ويحقق الانتشار المطلوب. وهلا اللي انا شفته ان كان بالسعوديه او بمصر او بدبي، الاقبال بدبي اقبال كبير كان للفيلم. انت شو رايك فيه؟ انا من العالم يعني يلي كثير انبسطت بانه عن جد محمد هنيدي يعني عمل قدم دور لسه كمان جديد، عم بعيشنا طقوس جديده وتفاصيل كثير حلوه، فاكيد يعني بتمنى له النجاح واكيد رح ينجح. نايا انت شو اكثر فيلم بتحبي لمحمد هنيدي؟ انا بحب فيلم قديم كان مع غاده عادل، شو اسمه؟ بعتقد ما بتذكر بصراحه، مالي متذكره كثير، بس كانوا هيك بحي شعبي، وكان هو عم بيجرب يطلبها من اهلها وعم بيلاقي تكون صعوبات. استاذ يمكن، صح؟ يمكن والله. اي بكون استاذ. كثير في مقاطع كثير بتضحك. انا اللي بحبه الفيلم اللي بحبه اللي بشوفه على طول هو جاءنا البيان التالي مع حنان الترك. طبعا هذا الفيلم يعني انا بالنسبه لي التوب تبع محمد هنيدي، يعني انا هذا الفيلم صرت شايفه يمكن شي 20 مره، ومين وايمتى ما بيخطر على بالي برجع بحطه وبقعد بشوفه وبضحك من قلبي، لانه عن جد من اجمل الافلام. بتحسهم هدول الافلام يلي ما بتشبع منها وبتضل بتعيدها كل فتره وفتره، قد ايه عن جد بتعطيك طاقه ايجابيه. هلا بدنا نوصل لخبرنا الثالث اليوم عن المخرجه رشا شربتجي، دائما هي لها حصه عنا لانه هي من المخرجين المتميزين، طبعا بعد التكريم بتكريم باللي صار بمهرجان الافضل، كمان والدتك تكرمت صحيح. فيه نوجه لها تحيه، هذا المهرجان تكرمت فيه عن مجمل اعماله وتكرم فيه الراحل هشام شربتجي، بس الخبر ما هون، الخبر انه الفن المخرجه رشا شربتجي اعلنت انه من خلال زي كونكت بالعربي حبت تخبرنا انه هي عندها ثلاث اعمال هلا عم تدرسهم، وهي ما قررت لسه اي عمل رح تفوت فيه، في بنات الثانويه هو الجزء الثاني، في عندك عمل مع المخرج مع الكاتب معن صالح، وفي معين صالح، وفي كمان عمل ثالث هذا رح يجمعها باحد النجوم الشباب العرب، بس انا رح لك شغله، هي رفضت تقول مين الاسم، بس انا بتوقع انه هو الفنان باسل خياط رح يلعب دور البطوله باحد الاعمال. يمكن انه اول مره يعني بيجتمع ولا عاملين؟ هي اجتمعت لما كانت مخرجه منفذه بتوقع باحد الاعمال، لما كانت والده الله يرحمه عم يشتغل كانت مخرجه منفذه، اجتمعت باحد الاعمال بس ماني ذاكر اي عمل، وكمان نفت يعني نفيا قاطع عن هي المره، مشان مو دائما يضلوا يسالونا عن هذا الموضوع انه وجود جزء ثاني من اشواك ناعمه. قالت رشا انه ممكن انا اعمل شيء قريب عليه او يعني
لنفس الفئة العمرية ممكن الفئة العمرية، بس انه يكون في جزء ثاني خصوصا بعد هالزمن الطويل، ويعني البنات كمان تفرقوا يعني ما كان يعني انا بتوقع انه حتى ولو نعمل جزء ثاني ما راح ينجح، يعني صعب يرجعوا يجمعوا هالتكوين كلياته مع بعض. والله هو انا بحس انه يعني المخرجة رشا شربتجي دائما بتفاجئنا بالشغلات الصعبة كيف هي بتتناولها باساليبها يعني، فبنتمنى لها النجاح وبانتظار لثلاث اعمال لها ان شاء الله. وانا بتمنى لك النجاح نايا، وان شاء الله هيك نشوفك. يعني انا بعرف انك طلعتي على تونس كنت عم تصوري احد الاعمال الدرامية. صحيح. وبنتمنى نشوفك هيك نجمة متألقة دائما على الشاشة مثل والدتك طبعا، نوجه لها تحية كثير كبيرة. وبدي اسألك انت وين لقيتي حالك، بالتمثيل ولا بالتقديم؟ هلا انا بصراحة يعني بحس انه هن الاثنين تحت نفس ما يعني مثل ما بيقولوا تحت نفس الظل او الشمسية under the same umbrella، انه نفس المينتاليتي والتعامل مع الكاميرا. في يعني كرايتيريا معينة، نفس الشيء بده يكون بالتمثيل. أنا بحبيت كتير التمثيل لأنه فيه تحليل أكتر لكل شخصية، تجربة جديدة. وكمان بحب التقديم، بس التمثيل يعني بالنسبة لي هو تحدي، لأنه يعني أنا إنه كونه والدتي وفاء مصلي، فبحس إنه بصير أكتر مسؤولية علي. صح. ببدايات إنه يعني إنه أقدم الشيء الأفضل، يعني بصير الحكم نظرة الجمهور أكتر بتكون ثاقبة وناطرين يشوفوا. إن شاء الله هيك نشوفك متميزة بالتقديم وبالتمثيل وبكل شيء بتحبيه، حتى بالموسيقى كمان. بدي وجه كمان تحية للمخرج الكبير اللي أعطاني هاي الفرصة، باسم السلكة يعني، وإن شاء الله هيك يعجبهم يعني العمل، وإن شاء الله بيكون شيء كتير حلو. شكرا لك نايا، وشكرا لكل عم يتابعنا، ودائما تابعونا بأخبار فنية جديدة.